تصنيف اول المان سيتي وريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، فلامينجو، بالميراس، ريفر بليت، فلومينينس البرازيلي. قول قول ايه؟ قول يلا. لا طبعا يعني يعني في فرق ما بين التوقعات وما بين الامنيات. الامنيات طبعا يعني طبعا فلومينس الفريق ممكن نلعب معاه بعيد طبعا عن مواجهه تكون قويه جدا مع ابطال اوروبا زي السيتي او ريال مدريد او بايرن ميونخ. الحقيقه نتمنى دوت، لان في جزئين، جزء مهم جدا انك انا كلاعب عايز العب هذه المباريات الكبيره. نعم. لكن لما بيكون في بطوله ممكن جدا كده كده هتقابل فرق. نعم. على مستوى عالي جدا. فاعتقادي يعني زي احنا شايفين التصنيف الاول، نبعد شويه عن الريال والسيتي والبايرن. ممكن جدا خلي بالك باريس سان جيرمان تكون موجوده معنا السنه دي، مش في افضل حالاته قوي. نعم. ويعني ممكن جدا جدا نتعامل معاه بشكل يكون افضل طبعا من مان سيتي او من ريال مدريد. وعندنا طبعا المجموعه الفرق البرازيليه الحقيقه كمان في تطور كبير جدا جدا في الدوري البرازيلي. والفرق البرازيليه دلوقتي عندها مجموعه من اللاعبين الممتازين سواء البرازيليين او لعيبه اخرى من جنسيات اخرى. وبالتالي يعني اتمنى فريق من الارجنتين قد يكون افضل. فريق يعني من الارجنتين، ريفر بليت. طيب تصنيف